كريستينا خنوع محللة أسواق عالمية في إكويتي جروب. ننتظر طبعا ونترقب بيانات التوظيف الأمريكية نهاية هذا الأسبوع، ننتظر أيضا إشارات أوبك في اجتماعها، فإلى أي حد ممكن نتوقع أن النفط يتجه بداية؟ بالنسبة للنفط، اهلا بك. النفط طبعا نحن نعلم انه الاوجه كلها والانظار متجهه الى اوبك بلس، الى قرار اوبك بلس حول زياده الانتاج. نحن نعلم انه تم زياده الانتاج بواقع 400,000 برميل يوميا، وكان هذا يعني جيد او يعني يشكل ايجابيه مع تنامي الطلب العالمي على النفط وسط التعافي الاقتصادي. لكن بعد تحور دلتا أصبحت هذه الزيادة يعني تضغط على أسعار النفط، ولكن إعصار أيضا وتعثر الإمدادات سبب ارتفاع أسعار النفط، وجاءت المشاكل في سلاسل التوريد يعطي دفعة إيجابية في أسعار النفط. طبعا الدولار الأمريكي طبعا وصل إلى أعلى مستوياته في 11، لكن لم يتأثر أسعار النفط سجلت ارتفاعات، لأن عم نشوف أنه التوقعات أو أوبيك بلاس أنه تحاول الالتزام بواقع 400,000 برميل يوميا، وتعتبر أعتقد أنها منطقية الارتفاعات التي برفع الإنتاج بواقع 400,000 برميل يوميا وسط المشاكل في سلاسل التوريد، إلى حين يتم حل مشكلة سلاسل التوريد. فيعتبر لا أتوقع أن الضغوطات تكون هابطة بشكل كبير، لكن لنرى هل سيتم طلب أو مناقشة من أعضاء أوبك حول زيادة أكبر للإنتاج في ظل ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى تقريبا، نحن نتحدث اتجهت أسعار النفط لصوب 80 دولار. أتوقع على المدى المتوسط والطويل أن تصل أسعار النفط بالفعل إلى 90 دولار تقريبا وسط تعافي الطلب العالمي على النفط، الانفتاح الاقتصادي، تراجع في عدد الإصابات خاصة في الدول المستهلكة للنفط مثل الهند. فلحين صدور قرار أوبك بلس العصر سوف نرى بعض التذبذبات في أسعار النفط لحين صدور هذا القرار، لكن لا أتوقع الكثير من الضغوطات الهابطة التي سوف نراها على أسعار النفط في هذا الأسبوع. طيب خلينا نتحدث لنا أيضا معك على البيانات المنتظرة، وإذا ما كان اجتماع القادم للفيدرالي في نوفمبر فعلا سيرتبط بأي من القراءات المتعلقة ببيانات الوظائف، التضخم، إذا كمان كان في عندك يعني مستويات التعافي في الاقتصاد الأمريكي ستدفع إما بإبقاء برامج التحفيز والمستويات الصفري لأسعار الفائدة على ما هي عليه، أو القيام بالفعل، إما إذا لم تكن إشارة ستكون إجراء أيضا إما ببرنامج شراء الأصول أو حتى أسعار الفائدة. نعم، بالنسبة طبعا هناك بيانات اقتصادية مرتقبة هذا الأسبوع، بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية المتوقع أن تضيف 500,000 وظيفة. بالفعل يعني أي توقعات إيجابية لبيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية سوف يكون هناك إشارات لتقليص برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار شهريا كما قال جيروم باول، ربما يكون التوقيت في نوفمبر ورفع أسعار الفائدة في العام المقبل. لا ننسى أن التضخم عم بيرتفع نتيجة ارتفاع أسعار النفط، أسعار السلع وصلت إلى أعلى مستويات التضخم، نحن نتحدث في 3.19% مؤشر البي سي اي، وأيضا مؤشر أسعار المستهلكين التي ارتفعت بشكل كبير إلى 5.3%. إذا نظرنا أيضا التضخم في أوروبا مرتفع أيضا ب3%، وفي بريطانيا بارتفاعات كبيرة للتضخم نتيجة ارتفاعات أسعار السلع وأسعار النفط اللي عم تخلي أنه عم نشوف الارتفاعات مستمرة وتبقي على التضخم مرتفع. فهذا رح يسرع بالفعل من سياسة الفيدرالي الأمريكي حول تقليص برنامج شراء الأصول، وسوف نترقب هذه البيانات لما تحملها من تأثيرات خاصة على الدولار الأمريكي الذي ارتفع خلال الشهر الماضي، نحن نتحدث عن 1.17% من الارتفاعات
فبالتالي يعني فنحن نترقب لما لها تأثير نتيجة أيضا عم نشوف كنا عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ارتفعت بشكل كبير وكان لها تأثير على الدولار الأمريكي. أسبوع حافل من البيانات الاقتصادية سوف نترقبها لما لها تأثير على أسواق الأسهم والأسواق المالية. شكرا جزيلا لك ضيفتي لينا قنوع محللة أسواق عالمية في إكويتي جروب.